السلام عليكم ورحمة الله. أهلا خوتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى من الله تكونوا بخير وبصحة جيدة كما العادة. بغيت نشارك معكم واحد الطاجين ديال الوالدة اللي تغديتوا معاه هاد اليومين، اللي هو الحوت كويرات بالطريقة ديال الوالدة ديالي. اللي عجبته الفكرة يكمل معايا الفيديو حتى من الاخر. المقادير اللي استعملت الوالدة ديالي في هاد الطاجين هما شوية ديال القزبر والمعدنوس مقطعين مع ثومة، حطاتهم في الطاجين في القاع، حكات واحد ثلاثة ديال المطيشات كبار كما كتشوفوا، احتاجت كذلك واحد بطاطا مسلوقة ومن تسمى بالإبزار ومليحة والسحتر، والكفتة ديال ليزونشوا ولا الشطون، كذلك نسمتهم بالعطرية ديال الحوت اللي معروفة، وقزبر ومعدنوس. واحتاجت للتزيين الفلفلة مقطعة عندها شرائح ودوائر ليمون، والعطرية كذلك. دابا نقول لكم بالضبط شنو هي. احتاجت شرائح ديال بدنجان اللي كانت ديجا صهطاته في المقلة مع شوية ديال الزيت. اذا نعاود نذكركم المقادير. عملت الربيع اللي هو قزبر ومعدنوس مقطع في قاع ديال الطاجين، احتاجت شرائح ديال الباذنجان، طماطم كما كتشوفوا محكوكه، الكفته ديال لي زونشوا نسماها بالحار، والكيمون والابزار والتحميره وشويه ديال الملحه والسحتر كما كتشوفوا، نفس العطريه اللي عملها في المطيشه. وبالنسبه للتزيين شويه ديال الفلفله وشويه ديال الليمون، وطبعا الزيت البلديه اساسيه في الطواجن. وقولوا بسم الله وتوكلنا على الله. غادي تحط مطيشه اللي حكيناها بحال اللي قلت لكم من قبل، ثلاثه ديال المطيشات محكوكين هما الاولى، تحطهم في الطاجين. هنا كنت سلقه واحد البطاطا واحده، بطاطا واحده مسلوقه ونسمتها بشويه ديال السحتر وشويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار مع لي زونشوا اللي كطحنهم في ميلينيكس، محيده لهم طبعا الشوك ومنقيين ومغسولين، ونسمتهم بالعطريه ديال الحوت اللي معروفه اللي هي التحميره والكيمون والابزار وشويه ديال السوداني والملحه وشويه ديال الثوم غبره، وكانت مقطعه القزبر والمعدنوس في داك الجبانيه ديال الزاج. صافي غادي خلطت هذاك الشيء كامل مزيان باش يتجانسوا مع بعضياتهم هذوك المكونات. دابا انتقلت لهذيك الطماطم اعتمل العطريه ديالها حتى هي، اللي هي التحميره والكيمون والسكنجبير والابزار وشويه ديال السحتر. اضافت الزيت البلديه فوق الطماطم. صافي دابا غادي نقولوا بسم الله. غادي تبدا تهز الكويرات ديال الحوت ديال الشطون، وغادي تعملهم كما كتشوفوا دوائر مع داك الباذنجان اللي ديجا صهطاتو في مقيله، قطعتو شرائح طوال كما كتشوفوا، وصهطاتو في مقله من جوج ديال الجوانب بواحد شويه الزيت وشويه ديال الملح شويه باش ما كيجيش شارب الزيت. عرفتي كيفاش كيجي غزال هذا الطاجين ملي كيطيب داك الباذنجان مع داك الحوت اللي لداخل، كيجي بحال الزبده، لذيذ رائع رائع رائع. انا بعدا ملي كنت كنمونطي الفيديو تشهيتو للمره الثانيه، تمشي عند المره اللي ما جا ونقول لها تعاود تعدلوا لي، الله يخليها لنا والله يخلي لها صحتها. ها هي سالات الطاجين كما كتشوفوا، كما كتشوفوا كملت هذاك الكويرات كاملين وداك الباذنجان اللي كان عندها، وزينتهم بشرائح الفلفله ودوائر ديال الليمون اللي كيتواتى طبعا مع الحوت. ودابا نغطيو على الطاجين ديالنا ونحطوه على نار مهيله باش يطيب على خاطرو. كما كتشوفوا حطيناه على النار ويلاه بدا كيبقبق واحد شويه، كان مغطي يعني كامل. انفا كيبدا يبقبق هذاك المطيشه كتطلق الماء، فمن الاحسن نحطوا واحد المعلقه في الجنب ونعوطوا بالغلاقه باش يبقى واحد التنفيسه وما تفيتش داك المطيشه وداك العطريه على برا، ونتناوه يطيب على خاطرو العافيه مهينه حتى يتشحر ويعقد مزيان، كيجي روعه بلا ما نقول لكم، جا واعر ولذيذ. كنتمنى انكم تجربوه.
هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما طاب. بلا ما نقول لكم راه جا لذيذ لذيذ لذيذ. طبعا كل واحد والطريقه ديالو في الطواجن وفي الطاجين ديال الحوت كويرات. الحق هذا كيجي مزيون وكيجي لذيذ مع داك الباذنجان، كيجيو معسلين فحال الزبده، كيجي غزال. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر كما العاده. هذا الطاجين رفقته الوالده كما كتشوفوا بشلاده ديال البربه، حيتاش كتعرفها كتعجبني بزاف. صافي مع شويه ديال البصله. انا كتحمقني شلاده ديال البربه كتعجبني بزاف، والخبز ديال الزرع اللي عجنته بيدا الله يخلي لها يدا والله يخلي لها صحتها والله يحفظها لنا. دابا غادي ندوز ونقيسوا الطاجين ديال الوالده. هذيك الخبز ديال الزرع واخا هو بصراحه باقي سخون كيبقبق، نحاول نقيس غير مريقه ولا غير داك الطوماطيش. ما عاديش نصبر حتى ينزلوا فوق الطابله. بالصحه والراحه لاي واحد جربوا، انا متاكده انه غادي يعجبكم بزاف كما عجبني انا. كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم، على الملاحظات ديالكم، راه بها باش كنزيد انا القدام. ما تنساوش تخليوا لي لايك، والناس اللي كيشوفونا اول مره في القناه كنتمنى انكم تشتركوا معايا في القناه وتخليوا لي كومونتير ديالكم. شكرا للجميع، والى فيديو قادم باذن الله. Thank you.